بنتكلم فيها للشركة، ايه الفوائد اللي ممكن تحصل عليها الشركة لما يكون معاها شهادة الايزو؟ اول حاجة زيادة الكفاءة، تنفيذ العمليات والاجراءات اللي بتستند الى التركيز على الجودة. لو انا واخدة الشركة بتاعتي واخدة شهادة الايزو، انا كده بزيد من كفاءة الناس اللي شغالة عندي في الشركة، لان انا ببتدي اعلمهم حاجات هما ما كانوش عارفينها. لو انا بيبقى عندي، لما بيبقى عندي سيستم موجود في الشركة بتاعتي، الناس اللي عندي بتبتدي ان هي تتعلم حاجات بأثكس معينة، بستاندرد معينة هما ما كانوش عارفينها قبل كده، فانا كده بزيد من كفاءة الناس. الايزو كمان بيلزم الشركة ان هي تدي كورسز معينة للناس اللي موجودين شغالين معاها، علشان تبتدي ان هي تخلص الجزئية بتاعت التدريب اللي الشركة بتحصل عليه. لازم الشركة تدي تدريب معين للناس اللي شغالين معاها، علشان يبتدوا ان هم يتعرفوا اكتر عن المجال بتاعهم ويبتدوا تبقى كفاءتهم احسن في الشغل. ايه كمان؟ زيادة الايرادات. الشركة لما بتبقى معاها شهادة زي شهادة الايزو، بتبتدي ان هي تكسب مناقصات اكتر وعقود اكتر، لانها بتبتدي تتعامل بستاندرد معينة. لو الشركة دي ما عندهاش الستاندرد دي، هتلاقي بالنسبة لها الدنيا صعبة شوية. هتلاقي ان الشركة جاية، لو الشركة جاية تتعامل معاها، تلاقي الموضوع بالنسبة لها صعب، مش هتبتدي ان هي تعرف تتعامل معاها كويس، لانها هتبقى خايفة ما يكونش عندها الستاندرد اللي هي بتتعامل مع الشركات التانية اللي بتاخد الايزو. ايه كمان؟ زيادة معنويات الموظفين. لما الشركة بيبقى عندها الايزو، بتبقى متأكدة ان جميع الموظفين بيشتغلوا طبقا لجدول واحد. الشركة كل الموظفين بيبقى عندهم تاسكس معينة، معروف ان هم هينفذوها وقت معين، بإنتاجية معينة، بكفاءة معينة. ده بيخلي الناس شوية حاسة بنوع من انواع العدل، حاسة ان الشركة بتعامل كل الناس سواسية، كلهم زي بعض، كلهم عندهم ستاندرد واحدة، كلهم عندهم ايفالويشن واحد، كلهم تحت كاتيجوري مرتب واحد، فبالتالي ده بيخلي معنوياتهم مرتفعة أكتر. كمان من ضمن فوائد شهادة الأيزو الاعتراف الدولي، إن الشركات اللي بتبقى واخدة الشهادة دي يبقى فيها اعتراف دولي، بتقدر تعمل اتفاقيات مع شركات كتير بره، إن هي خلاص بتبقى متأكدة إن هي بتتكلم معاها نفس اللغة، إن هي عندها نفس الكواليتي، إن هي معترف بيها دوليا. يعني مش محتاجة إن هي تعمل لها، يعني مش محتاجة ان هي تقدم اثباتات كتير او تقدم ايفيدنس كتيرة ان هي بتعرف تتعامل بستاندرد معينة. النهج الواقعي في اتخاذ القرار. احنا كنا اتكلمنا من شوية عن ان اي معلومات ممكن تكون مش صحيحة ممكن تضر باتخاذ القرار الصحيح، انما لو الشركة فعلا عندها النهج المعترف فيه او النهج الصحيح في اتخاذ القرار، فبالتالي هتبقى كل المعلومات اللي عندها اللي هي بتاخد على اساسها القرارات دي هتبقى معلومات صحيحه. لو اتاكدت ان المعلومات دي صحيحه، فبالتالي كل قراراتها هتبقى صحيحه وهتبقى في مكانها. علاقات افضل مع الموردين. لو الشركه بتعتمد ان هي بتتعامل بستاندرد معينه، يبقى عندها علاقات افضل مع الموردين، وهيبقى عندها موردين ثابتين مش بتغيرهم، وبالتالي بتحصل على اتفاقيات أحسن بكتير من الاتفاقيات اللي هو ممكن تحصل عليها وهي ما عندهاش الشهادة دي. حاجة كمان، تحسين حفظ السجلات. لو الشركة بتتعامل بستاندرد كده، هتلاقي عندها إن هي عندها سيستم ماشي عليه، إن هتلاقي إن مثلا let's say مثلا نقول إن لو أنا عندي مثلا شركة عندها 5 مشاريع يعني مشاريع بره نطاق الشركه بتاعتها سايتس يعني. فبالتالي لو الشركه دي عندها ستاندر ممشيه كل السايتس او كل البروجكت اللي شغاله عندها معاها دي، في كل الناس اللي شغالين معاها بره الشركه شغالين بنفس الطريقه وبنفس السيكونس، فبالتالي هتلاقيهم الناس اللي قاعدين في المكتب عارفين الريبورتات كلها جايه لهم بفورمات واحده، عارفين ان التقارير هتجيلهم في وقت واحد، الفورمات واحده، الطريقه واحده، طريقة التعامل في الدوكيمنتس واحدة. ده هيسهل عليها كتير ان هي لما تيجي تعمل ارقايف انها تبقى كل الدنيا ماشية على نفس السيستم. انما لو كل شركة، لو كل موقع بيتعامل بستاندر معين او بيتعامل بطريقة حفظ معينة، لما تيجي الحاجة دي ترجع في الاخر للهيد اوفيس، هيكتشفوا ان هم
مش عارفين يتعاملوا، مش عارفين الدوكيمنت كنترول اللي كان شغال ده كان شغال بأي طريقة من الطرق دي. فلو هو عنده ستاندر واحدة هيبقى سهل عليه كتير ان هو يتعامل بالمنظر ده. آخر حاجة بنتكلم فيها ان هي تحسين رضا العميل. دايما دايما الايزو بيدور على رضا العميل، دايما بيشوف ان هو ازاي يحصل على رضا العميل، دايما بيدور ان العميل يبقى قليل بالنسبه له ان هو يشتكي او ان هو يدور على حاجه يقول بيها ان هو مش فاهم ده، مش فاهم الايتم ده، او ان هو مش فاهم يتعامل معاه، او ان هو في عنده اعتراض على الايتم ده. فده كمان هيحسن الايزو، بتحسن من رضا العميل وبتخليه راضي تماما عن العمليه الانتاجيه اللي تمت بالطريقه دي. واخر حاجه قلنا التحسين المستمر، ان برضو من ضمن الفوائد بتاعه الايزو ان هو بيبقى عندك دايما تحسين مستمر، ان هي ابديت طول الوقت، فبالتالي بيبقى عندنا ابديت في التحسين طول الوقت. الكلام ده كله كان بالنسبه للشركه. طب بالنسبه للعميل، ايه العائد اللي ممكن يرجع للعميل لما الشركه اللي هو بيتعامل معاها تكون بتنفذ الستاندرد بتاعه الايزو؟ أول حاجة تحسين جودة الخدمة. طبيعي إن أنا لو أنا عندي ستاندرد إن أنا الخدمة بتاعتي هتبقى متحسنة لأحسن حاجة، يعني دايما هيبقى عندي ستاندرد أنا شغال عليه، دايما أنا باخد المنتج بتاعي بجودة معينة بطريقة معينة في وقت استلام معين. دايما الحاجات دي بتوفر إن العميل يبقى بأريحية أكتر، عارف إن المنتج هيجيله بالكواليتي دي في الوقت ده، فبالتالي مش هيبقى هو متضايق، مش هيبقى هيبقى هو هتبقى المنتج ده ماشي مع الاكسبكتيشنز بتاعته اللي هو مستنيها، هو خلاص اتعود منه، اتعود من الشركة بتاعته او من المكان اللي هو بيروح يشتري منه الحاجة دي على جودة معينة. فدي اول حاجة تحسين خدمة الجودة. تاني حاجة انخفاض الحاجة للعودة الريتيرن، هتلاقي ان نسبة ان هو يلاقي ان الخدمة دي او المنتج ده مش بيلائم توقعاته، او ان هو مش عارف، او ان هو محتاج ان هو يبدله او ان هو يرجعه للشركه اللي اشتراها منها، هيلاقي النسبه دي قلت شويه، لانها اكيد بتمشي على ستاندر وبتمشي على مراحل كتير قوي بتوصله ان هو المنتج ده خلاص كده بقى طالع بالكفاءه بتاعته وبالانتاجيه بتاعته وبالجوده بتاعته اللي هو معتمد عليها دايما. فهيقلل دايما ان هو يفكر ان هو يرجع الحاجه دي ويستبدلها، او ان هو يرجعها وياخد فلوسه والكلام ده. بعد كده بنتكلم في ضمان الخدمة، إن الشهادة دي بتبقى دليل إن هو زي كده مثلا سيرتيفيكت كده معاه إن هو إن المنظمة دي بتوفر حلول كتير وعندها أوبشنز كتيرة إن هي تشوف العميل راضي إزاي. يعني طالما إن هو واخد، طالما الشركة دي واخدة الأيزو أو عندها السيستم ده شغالة بيه، يبقى خلاص هي اكيد عندها حل لاي مشكله ممكن تقابل العميل ده في المنتج اللي هو خده. Improved experience اللي هي تجربه محسنه، التجربه دي كل مره بتلاقيها تحسن فيها حاجه عن التجربه اللي انت قبل. يعني كل مره حضرتك لو رحت اتعاملت مع الشركه دي بتلاقي ان دايما التجربه بتاعتك دي بتبقى كل مره بتبقى احسن. اكيد ما بتبقى اكيد، طالما هو بيتعامل بستاندر فهو اكيد عنده تحسين مستمر في المنتجات بتاعته، فبالتالي هو مش هيبقى عارف، يعني مش هيبقى محتاج ان هو تبقى اقل من المواصفات اللي حضرتك طالبها، دايما هتلاقي ان الخدمة عنده بتبقى احسن من المرة اللي قبلها. خلصنا كده النهاردة المحاضرة بتاعت النهاردة، نفتح بقى المجال بتاع الأسئلة.